بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخواني أخواتي مشاهدي قناة المحور، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأكرر التحية، كل عام أنتم بخير. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة على الجميع، اللهم أمين، وأن يجعل نبينا عليه الصلاة والسلام شفيعا لنا يوم الدين، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أمين. النهاردة هنكمل اللي بدأناه امبارح، وامبارح اتكلمت معاكم في أن الزمان اللي بعث فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى نبي. حد ممكن يسأل، وهو الإنسان أصلا محتاج لنبي أصلا؟ طيب إيه رأيكم؟ هل الناس في حاجة إلى أنبياء ولا لا؟ حد ممكن يقول لي والله إحنا الحمد لله عندنا عقل وعندنا دماغ بتفكر، فإحنا مش محتاجين لأنبياء. تعال هنا بقى ناقشك، أنا ماشي معاك، تابعت الجزء الأولاني امبارح من حلقة وحضرتك عرفت ازاي البشر من غير أنبياء وصلوا لإيه في الأخلاق والسلوكيات وفي التفكير، حتى وصفت الفترة دي بالجاهلية بامتياز. شفت قد إيه أخلاقهم كانت فاسدة؟ شفت قد إيه عقولهم كانت مغيبة؟ شفت قد إيه الإنسانية قد ضاعت وما عادش في قيمة ولا كرامة، وكان الإنسان القوي يستعبد الإنسان الضعيف، يبيعه ويأكل بتمنه ويعيش التاني عبده خلاص. شفت الإنسانية قد إيه كانت ملهاش قيمة، مهدرة الكرامة. فعايز تقول النبوة ملهاش لازمة، والناس من غير أنبياء ممكن يعرفوا الصح والغلط؟ طب ما عرفوش ليه؟ ده مجرد من قطعت النبوة 600 سنة فسد الزمان فسادا لا نظير له، لا نظير له. بلاش، خليني يا سيدي أقول لك، في ناس طيبين وكويسين هيعرفوا لوحدهم القيم والأخلاقيات والسلوكيات والفطرة سليمة وهيبقوا زي الفل، ماشي. وما خبيش عليك، كان موجود فعلا في الوقت اللي بعث فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان موجود فعلا من أمثال ورقة بن نوفل، تنصر عنده بقية أخلاقيات وقيم النصرانية، وكان في الحنيفيون اللي عندهم بقايا ملة سيدنا إبراهيم وعندهم شوية يعني ملة التوحيد، وما عارفين إن ما ينفعش يكون في رب غير ربنا، والأصنام دي ملهاش لازمة والكلام ده كله، ماشي. لكن سؤالي بقى لحضرتك، الناس دول اللي كانت فطرتهم لسه ما تلوثتش بالأول وعندهم بعض الأخلاق، ولا عندهم حتى توحيد بربنا سبحانه وتعالى، هل تعرف تقول لي كانوا عارفين إيه اللي بيرضي ربنا عشان يعملوه، وإيه اللي يزعله ويسخطه عشان يجتنبوه؟ أبدا كانوش يعرفوا. ولو كان حد ممكن يعرف بعقله المجرد ما الذي يرضي الله فيقوم به ويعمله، وما الذي يغضبه ويسخطه فيجتنبه، لكان أولى الخلق بهذا، أحكم الخلق وأعقلهم وأرشدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا، هل عرف النبي الكريم من يوم ما اتولد لعند 40 سنة، لما بلغ عمره 40 سنة، هل عرف النبي الكريم وحده عليه الصلاة والسلام بعقله المجرد؟ هل عرف وهو أعقل العقلاء؟ أجزم بهذا، هل عرف النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه من غير وحي عليه الصلاة والسلام؟ هل عرف ما الذي يرضي ربه وكيف يعبد مولاه؟ الإجابة لا. وأنا بقول لك بوضوح، والقرآن قال له هذا. عارف القرآن قال له إيه؟ قال له والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى.
ووجدك عائلا فأغنى. يعني إيه ضالا فهدى؟ هل تعرف تقول لي؟ مش عايزك تسرح لبعيد. ضالا هنا ليس معناها إنه كان بيقع في الفحش والإشراك وشرب الخمر ومقارفة الفواحش كما كان يفعل أهل الجاهلية في زمانه، لا لا، عوصم من هذا عليه الصلاة والسلام، فطرة نقية سليمة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلم يسجد لصنم ولم يحتسي خمرا ولم يزن بامرأة ولم يفعل ولم يشارك حتى في 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 مجون ولا شيء يشينه عليه الصلاة والسلام. أمال إيه الضلال يا مولانا؟ ما ربنا بقوله ألم أجدك يتيما فآوى وأجدك ضالا فهدى. فين الضلال؟ أنه لم يعرف عليه الصلاة والسلام خلال هذه الفترة، لم يعرف كيف يرضي الرب وكيف يعبد هذا الرب. يعرف بفطرته أن ربا خالقا عظيما مدبرا لأمر هذا الكون، عارف ده، عارف أن اللي عليه قريش غلط من عبادتهم الأوثان، عارف ده. بفطرته النقية كان خلقه سليما مستقيما سويا عظيما حتى يلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام بفطرته، لكنه لم يعرف عليه الصلاة والسلام كيف يعبد الله ولا كيف يرضي الله، كانش يعرف. حتى في أواخر يعني سني الأربعين قبل ما يجيله الوحي كان بيختلب نفسه في غار حراء عشان يهرب من صخب المدنية والحضارة الموجودة على قدهم في مكة وقريش، عشان يهرب كمان من الناس اللي بتكذب واللي بتخون واللي بتغش واللي بتعبد الأصنام والكلام ده كله، بيختلب نفسه. ماذا كان يفعل في اختلائه؟ ممكن حد يقول دلوقتي والله ده كان بيتعبد في غير حراء، صلح معلومتك لو سمحت، صلح معلومتك وقول كان في غار حراء يتفكر. ايوه، قولوا لاولادكم كده، وقولوا جيرانكم كده، قولوا ان احنا سمعنا الشيخ سالم عبد الجليل على قناه المحور بيقول المعلومه اللي وصلت لنا ان كان بيتعبد فيها، يعني او حواليها كده علامه استفهام وتعجب. انما الصح انه كان يتفكر، والحديث الصحيح قال يتحنث، يتحنث أقرب إلى معنى التفكر منها إلى التعبد، لأنه ما كانش يعرف أصلا يعبد ربنا إزاي. وما حدش يقول لي كان بيتعبد على ما بقي من ملة أبينا إبراهيم، ما كانش يعرف وما حدش علمه عليه الصلاة والسلام. أول تعليم جاله جاله من ربنا فقط، اقرأ باسم ربك وهو في غار حراء. إنما كان يذهب يتحنث، احفظوها كده، يتحنث بمعنى يتفكر، يتفكر في ملكوت الله، في عظمة الله، في جلال الله، وفي قدر ربنا سبحانه وتعالى، في عظمة هذا الكون، لكنه لم يكن يعرف كيف يعبد الله. طب بالله عليكم، إذا كان خير الخلق وسيدهم وأذكاهم وأفطنهم وأحكمهم وأرشدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يكن يعرف بنفسه صلى الله عليه وسلم كيف يعبد الله، أنا هعرف منين؟ حسب العقل البشري أن يدرك أن الكون له خالق، أو أن للكون خالقا بس، وأنه واحد، ده العقل يوصل لده، ما عندناش مشكلة يفهم ده كويس. ليه بالعقل؟ بالعقل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. لكن إن العقل يعرف أي حاجة تانية عن ربنا، أسماؤه إيه؟ صفاته ايه؟ مستحيل. ما الذي يرضي الله؟ ما الذي يسخطه؟ مستحيل. ايه اللي اعده لنا ربنا بعدين؟ ايه اللي هيكون؟ مستحيل. لا يمكن للعقل المجرد ان يصل الى هذا. العقل يعرف ان في ربنا، والعقل يخش معمله ويجري تجارب ويكتشف ويبتكر ويخترع ويبدع، ويروح الى الارض ويعمل تجارب ويغرس ويلقح ويطلع ثمار وينتج ثمارا جديدة بأصناف جديدة إلى آخره. العقل حسبه أن يصنع وأن يبني وأن يشيد ويبتكر في هذا. إنما الأمور التعبدية يعرفها منين؟
الأمور الغيبية يعرفها منين؟ إذن الإنسان مهما أوتي من علم ومهما كانت خبرته وتجاربه، مهما كان ذكاءه وفطنته، لا يستغني عن النبوة بحال من الأحوال. ولأجل هذا كان أول مخلوق بشري، أول البشر نبي، هو مين؟ سيدنا آدم. هل كان آدم نبيا؟ اللهم نعم نعم، كان آدم نبي. ربنا سبحانه نزل عليه وحي، فإما يأتينكم مني هدى، فنزل للأرض معاه هداية ومعاه وحي ومعاه نظام من ربنا حتى في الزواج. وهو قابيل وهابيل، قتل أحدهما الآخر ليه؟ عشان كان في نظام ربنا حطه في الزواج، أحدهما لم يوافق عليه فحسد أخاه وقتله. الله، إذن أول مخلوق بشري عشان الأرض ما تخلوش من نبي. وظلت النبوة في الأرض مستمر، نبي يجي ورا نبي ورسول يجي ورا رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. حتى لو ما فيش نبي يبقى في واعظ يعظ الناس ويعلم الناس، لعند ما زي ما قلت لكم كده امبارح، ما ختمت النبوة في بني إسرائيل بسيدنا عيسى، وأمسكت السماء، أمسكت عن الوحي، ما فيش وحي خلاص، لعند ما ربنا شاء وقدر أن يرسل نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما يجي ابن من أبنائنا يقول لا أنا مستغنى عن النبي، ما تنفعش يا ابني. تستغنى عن النبي إزاي يا حبيبي؟ هتعرف ربنا منين؟ تعرف عنه إيه؟ تعرف إيه اللي يرضيه؟ القيم نفسها يا سادة والأخلاق بتفرق من مجتمع لمجتمع. والنهاردة اللي شايفه، اللي الناس شايفينه أو البعض شايفه شذوذ، وهو ده الأصل، بعض الناس تاني شايفينه حرية. وإيه يعني؟ وإيه يعني؟ اللي احنا شايفينه حاجة مقززة زي زواج المثليين مثلا، غيرنا شايفه إيه يعني؟ ده حرية وحاجة كويسة قوي، ويفتخروا بده وفرحانين بده ويعملوا احتفالات لده. تخيل تخيل. فالقيم نفسها محتاجة لضبط. مين يضبطها لنا؟ ربنا. يضبطها لنا إزاي؟ هيجعلنا كلنا أنبياء؟ لا، اصطفى أنبياء من الخلق. ودي الفكرة، وده اللي خلينا نقول أن البشر في حاجة إلى النبوة، وكانوا أحوج ما يكونون إلى نبي جديد في الوقت الذي ولد وبعث فيه رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. عشان ما حدش يقول ما كان ممكن نستغني وخلاص بالجيش الأنبياء 120 ألف نبي ولا أكتر بعثوا قبل رسول الله، مش كفاية؟ لا، ما كانش كفاية. زي ما شرحت لكم امبارح الجو كان شكله إيه، والعالم كان شكله إيه، والدنيا كان شكلها إيه، وما كانش على فكرة فيه أمة في الوقت الذي بعث فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام تحمل راية الإسلام وراية التوحيد وراية الإيمان. ما كانش فيه خالص. كل هذه الرايات قد سقطت وتهاوت للأسف، وأهلها قد تهاووا. اللي كان عندهم كتاب حرفوه، واللي كان عندهم نبي كذبوه، واللي كانوا بيوحدوا أشركوا مع الله ونسبوا له الولد إلى آخره. فما كانش فيه أمة ساعتها تحمل راية التوحيد وراية الحق وتعلم الناس. فجاءت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لتكون كالشمس، كما قلت لكم بالأمس، شمس شمس بتبدل الظلمات. طب محتاجين نبي بعد رسول الله محمد؟ سؤال برضو منطقي جدا. هل نحن في حاجة إلى نبي جديد؟ زي ما بيطلع كده شوية مجانين من أن لآخر يقول لك أنا نبي، يبتدي بالمهد المنتظر، ناس صدقوا يقول لك أنا نبي، وهيطلع الدجال في يوم من الأيام يقول للناس أنا نبي، والناس هتصدقوا من ربنا. ما خلاص بقى، ما اللي صدقوا في النبوة صدقوا في حاجة تانية، نعوذ بالله من ذلك، اللهم أمين. هل الناس في حاجة إلى نبوة جديدة بعد رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة بالقطع لا. لا ليه مولانا؟ ما احنا لازم نتكلم بالمنطق طبعا، نتكلم بالمنطق. مش بالمنطق ليه؟ لابد نتكلم بالمنطق. أقول لا لسببين يا سادة. السبب الأول أن كل نبي كانت مهمته محدودة، زي ما قلت لكم امبارح، في زمن محدد لقوم مخصوصين. خلاص نجم بيظهر في السماء بالليل وبيخلص وبيقفل في وقت من الأوقات وشكرا وخلصت وخلاص. إنما سيدنا النبي بعثته مش كده، بعثة النبي للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كل من سوى الله تشملهم كلمة العالمين. بعث النبي إلى عقلائهم الإنس والجن،
في كل أقطار الدنيا، فمش محتاج النبي تاني معاه. طيب نمرة اتنين، جعل الله سبحانه وتعالى الكتاب الذي أنزله على هذا النبي جعله معصوما محفوظا، هو الذي تكفل بحفظه، وجعله يا سادة كما نرى معجزا يصلح لكل زمان ولكل مكان بمبادئ أساسية والناس تقيس على هذه المبادئ. في حاجة ثالثة أضيفها كمان بقى، احنا قلنا حاجتين لهم ثلاثة، عارف إيه الحاجة الثالثة؟ أن الله تعالى كلف هذه الأمة، وأعني خيارها وعلماءها، بأن يقوموا بنفس المهمة اللي كان جاي بها النبي عليه الصلاة والسلام. فما احناش محتاجين لنبي جديد، نبينا أرسل للعالمين زمانا ومكانا إلى أن تقوم الساعة، قرآننا محفوظ بحفظ الله لن يتبدل ولا يتغير، وبه المبادئ العامة في كل ميدان اللي نحتاجها ونقص عليها ما يستجد من حوادث وأحداث. واللي هيقوم بمهمة النبوة من التبليغ، تبليغ سنة رسول الله ومن قبل كتاب ربي سبحانه وتعالى، ويأسسوا للدين ويحافظوا على الدين ويدافعوا عن الدين ويطبقوا الدين ويعلموا الناس الدين، الخيار من أبناء هذه الأمة اللي قال عنهم ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يصبح ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ميلاد لأمة العلماء، مش بس الأمة العامة والإنسانية العامة، لأمة العلماء الذين يحملون الهداية من بعده. بل دعوني أقول لكم إنه مش بس ميلاد، ده بعثة. شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون بعثة سيدنا محمد بعثة مزدوجة. وخلي بالكم الكلام ده إنه خطير جدا ومهم جدا، واللي ينقله ينقله بحرفيته لو سمحتوا. بعثة سيدنا النبي محمد بعثة مزدوجة، بعثة نبي وبعثة علماء الأمة أو الأمة بعمومها، بعثة نبي وبعثة أمة. الكلام ده كبير أوي يا مولانا، طبعا كبير، وأنا قصده بعثة الأمة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. كنتم خير أمة أخرجت، تعني هذا المفهوم لما يقول لي في آخر سورة الأنبياء وجاهدوا في الله حق جهاده وهو اجتباكم. يا أمة الإسلام أنتم أمة مجتبة كما أن الرسول محمد مجتبة عليه الصلاة والسلام. حد يقول لي بس كلمة أخرجت يا مولانا تدل على المعنى بس من بعيد، وكلمة اجتباكم تدل على المعنى بس جايز، لا مش قوي كده. طب إيه رأيك في كلام سيدنا النبي اللي ذكر كلمة الابتعاث؟ تقول لي معقول يا مولانا؟ والله العظيم فاكرين قصة الراجل الأعرابي اللي جه يسأل النبي في مسألة وكان قاعد في الجامع فحصره البول فجري في ركن من أركان الجامع يتبول، فالصحابة جم ينهروه، النبي قال لهم لا سيبوه وهاتوا دلو من ماء جردل حطوا فيه مية وصبوه على موضع البول وخلاص. ماذا قال بعدها؟ احنا فاكرين حديث لحد كده، نكمل كده. يقول عليه الصلاة والسلام فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كان ممكن يقول إنما بعثت صلى الله عليه وسلم ميسرا ولم أبعث معسرا، لكن يقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الله الله، ما أجمل هذا وما أعظم هذه المكانة. أنت يا رب اصطفيتنا كعلماء لهذه الأمة وخيار هذه الأمة من أمثالكم. أنت يا رب اصطفيتنا عشان نحمل الرسالة بعد نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد. أيها العلماء، هل أدركتم هذا المعنى وعشتم هذا المعنى في حياتكم وأريتم الناس بالفعل أنكم مجتبون من الله، مجتبون من الله سبحانه وتعالى، وأديتم ضريبة هذا الاجتباء، وأريتم الناس بأخلاقكم وسلوككم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلوكه؟ أتمنى أن نعيش هذا المعنى. للحديث بقية بإذن الله سبحانه وتعالى، بل غدا إن شاء الله سوف تكون حلقتنا كاملة بإذن الله تعالى عن حق هذا النبي علينا كأمة الإسلام في ذكرى مولده الشريف عليه الصلاة والسلام. أكرر تحياتي، كل عام أنتم بخير. بعد الفاصل تواصلون فكراتنا
والله المستعان. بعد الفاصل فتابعونا.